أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مراسلون في الميدان، والذي نصحبكم من خلاله في جولة بأبرز وآخر التطورات والفعاليات الميدانية في مختلف محافظات الوطن، وذلك من خلال شبكة مراسلين المتواجدة في الميدان. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الجولة مع شبكة مراسلين من العاصمة المحتلة كريستين ريناوي، ومن قطاع غزة محمد أبو حطب، ومن طول كرم ينضم إلينا مراسلنا إيهاب ضميري، ومن الخليل مراسلنا عزمي بنات. أبدأ معك محمد، والحديث عن مسيرة العودة التي تنطلق اليوم في الحدود على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك تنديدا ورفضا للقرار الأمريكي بشأن القدس. تفضل. تحية لك ولجميع المشاهدين. بالفعل قبل ظهر اليوم بدأت مسيرة العودة الكبرى هنا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث شارك ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية، أكدوا حق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، واستنكروا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر القدس عاصمة للاحتلال، مؤكدين على مواصلة النضال بكافة أشكاله من أجل التصدي لهذا القرار الذي يستهدف وجودنا على هذه الأرض. هنا معي في الميدان الأخ محمود الزق، مسؤول جبهة النضال الشعبي. يعطيك العافية أبو الوليد. ما هي رسالة هذه المسيرة وهذا التحرك؟ يعني بالتأكيد هذا الأمر يأتي ردا على تلك القرارات المشؤومة التي أصدرتها أمريكا بخصوص شعب فلسطيني، سواء قرار بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو بمحاولتها ضرب الأونروا والتي تمثل عنوانا لقضية شعبنا الفلسطيني اللاجئ في المخيمات. نحن هنا نؤكد على جذور هذه القضية، نؤكد على حق شعب فلسطيني بالعودة طبقا لقرارات الأمم المتحدة التي سمحت أو أعطت حق لشعب فلسطيني بالعودة إلى القرى والمدن التي هجر منها، وفي نفس الوقت تعويضه على الضرر والأذى الذي لحق بشعب فلسطيني. نحن هنا نؤكد بأن هذه الأرض التي نراها أمامنا هي أرضنا، شعبنا كان موجودا هنا في هذه القرى والمدن الفلسطينية وطرد في جريمة ربما هي الأبشع في هذا العصر. لهذا نحن أمام هذه القرارات الأمريكية التي تستهدف شطب قضية شعب فلسطيني، نعود للجذور لنؤكد أمام العالم بأسره بأن هذه الأرض هي أرضنا ولنا الحق طبقا لقرارات الأمم المتحدة بالعودة لأرضنا. على الجميع أن يدرك بأن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أبدا لما يخطط له من قبل قوى الشر الدولية لشطب قضيته وإلغاء حقوقه الثابتة في أرضه. شكرا أبو الوليد. يعني هذه الفعالية ستكون ضمن سلسلة فعاليات سينفذها المواطنون باتجاه، ستكون في 30 من هذا الشهر فعالية زحف باتجاه الحدود الشرقية. هنا سيتمركز المواطنون على الحدود الشرقية ليؤكدوا حقنا على هذه الأرض وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أيضا بالأمس كان هناك مواجهات مع جنود الاحتلال على كامل الشريط الحدودي في الجمعة 15 على التوالي، حيث فتح جنود الاحتلال النار باتجاه المواطنين وأصابوا ما يقارب أكثر من 15 مواطنا، نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. تستمر الهبة الجماهيرية، هذه الهبة التي تجسد وحدة الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن. طيب محمد، بالعودة للحديث عن مسيرة العودة الكبرى، ماذا عن الحضور والمشاركين في هذه المسيرة؟ هل من المتوقع أن يكون هناك وجود لشخصيات اعتبارية ورسمية؟ نعم، يعني شارك العديد من ممثلي الفصائل، وهذه المسيرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ستبدأ من اليوم وحتى 15 من مايو المقبل، وستقوم عدة فعاليات وعدة أنشطة تستنكر بكل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية. وأيضا شارك العشرات من المواطنين في هذه الفعاليات وإضاءة إلى جانب الفصائل. سيكون التحرك باتجاه الحدود، المرحلة المقبلة سيكون التحرك باتجاه الحدود والاعتصام على الحدود وعدم العودة إلا حتى يعلم الاحتلال أن شعبنا يريد تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل أرضه.
نعم، شكرا جزيلا لك محمد أبو حطب، كنت معنا من قطاع غزة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. تحول الآن إلى العاصمة المحتلة، ومعنا من هناك كريستين رناوي. كريستين، يعني في إطار الهجمة المتصاعدة على العاصمة المحتلة والمخططات الهادفة لتهويد العاصمة، تم زرع كاميرات جديدة في منطقة الطور، حدثينا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع. يعني بالفعل ديانا، بداية أتواجد في بلدة الطور من العاصمة المحتلة. هذه البلدة تم زرع دفعة جديدة من كاميرات المراقبة فيها. زرع كاميرات المراقبة هو نهج ينتهجه الاحتلال ديانا في محاولة لترهيب المقدسيين، دفعهم إلى ترك هذه المدينة في سياق مخططات تهجير العاصمة المحتلة. عندما يشعر المواطنون بعدم الاستقرار، بعدم الأمان، عندما تلاحقهم هذه الكاميرات وتصور كافة تفاصيل حياتهم اليومية، ولكي يشعر المواطنون على أنهم في قبضة المحتل. هذه سياسات قديمة جديدة يتبعها الاحتلال، إلا أنها يعني بالتأكيد فشلت أمام صمود المقدسيين الذي أفشل مخططات أكبر وأخطر بحق العاصمة المحتلة. هذه هي الكاميرات التي تم زرعها حديثا في بلدة الطور، ليس فقط الطور، وادي الجوز، سلوان، الصوانة، البلدة القديمة، بوابات البلدة القديمة، سلوان، كل القرى والبلدات والأحياء في العاصمة المحتلة يطبق فيها ذات السياسات. ونرى بشكل دائم ديانة طواقم الاحتلال تعمل وتقوم بزرع هذه الكاميرات، إلى درجة على أن يعني المقدسيون يقولون إنه تم تحويل مدينتهم المقدسة إلى حقل ألغام نتيجة كل هذه الكاميرات التي تم زرعها. القوى والفعاليات من جانبها لطالما حذرت من هذه السياسة التي كما ذكرت هي تسعى إلى ترهيب المقدسيين ودفعهم إلى الشعور بعدم الاستقرار وعدم الأمان. القوى والفعاليات أيضا ديانا حذرت من أن هنالك هجمة منفلتة ومتصاعدة بحق القدس، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم القاضي باعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، أو قضية نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، والموعد قريب في 14 من أيار المقبل. الكل يحذر من هذه الخطوة الاستفزازية، ويعني وقد مر على إعلان ترامب أكثر من 100 يوم، وبالتالي يعني تتواصل التحذيرات من عمل الاحتلال على إدارة الزمن من أجل فرض المزيد من الوقائع على الأرض. هذه الوقائع تقود بطبيعة الحال أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ميدانيا ديانا، يعني نذكر على أن أهالي العسوية أقاموا الصلاة يوم أمس على الإسفلت مجددا للجمعة السابعة على التوالي ضد سياسات الاحتلال في القدس عامة، وأيضا في العسوية التي تتعرض يعني يتعرض المواطنون فيها لاستلام أوامر هجم بشكل متواصل، قضية مصادرة الأراضي، الاعتقالات، العقاب الجماعي بإغلاق مداخل القرية، الحاجز الجديد الذي يقيمه الاحتلال على مدخل قرية العسوية والذي يسهل وصول المستوطنين من مستوطنات الضفة إلى القدس، بينما يمنع المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس إلى الدخول إلى عمق العاصمة المحتلة. كل هذه السياسات بطبيعة الحال تلقى ديانا رفضا وتنديدا مقدسيا بشكل متواصل. اليوم نذكر على أنه لا يوجد اقتحامات للأقصى، نعم، كونه يوم السوق. يوم غد الأحد يستأنف المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية، ونشير إلى أن منظمات الهيكل المزعوم في هذه الفترة تصاعد من دعواتها الاستفزازية في محاولة لتكثيف الاقتحامات مع قرب عيد الفصح اليهودي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلتنا كريستين رناوي، حدثتنا من بلدة الطور في القدس المحتلة. أتحول الآن إلى طول كرم، ولكن بداية أرحب بمراسلنا أحمد شاور الذي انضم إلينا من قلقيلية. إيهاب، أبدأ معك بالحديث عن فتح حاجز 104 العسكري، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إغلاقه في إطار ما تدعي به سلطات الاحتلال بأنه تسهيل على المواطنين وخاصة أهلنا في داخل الأراضي المحتلة. نعم،
تحية لك ديانا وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل 4 أشهر من الإغلاق المتواصل لهذه البوابة العسكرية التي تظهر خلفنا في الصورة انتهت هذا اليوم مع إعادة فتح البوابة العسكرية المعروفة ب 104 حاجز نتساني عوز العسكري فقط ليوم السبت. إن كنتم قبل الحديث عن تفاصيل فتح هذا الحاجز، يعني الصورة تظهر هنا، إن كنتم تشاهدون أن هذا الحاجز هو يفتح منذ ساعات الصباح، تحديدا منذ الساعة 10 صباحا تم فتح هذا الحاجز لمرور الأهل من داخل الخط الأخضر والوصول إلى مدينة طول كرم. نحن يعني نتواجد هنا من ساعات الصباح، شاهدنا مئات المركبات التي دخلت من هذا الحاجز العسكري للوصول إلى مدينة طول كرم. هذه النقطة التي نحن موجودون بها ديانة هي أقرب نقطة إلى الخط الأخضر، بمعنى آخر هي أسهل نقطة يمكن لأهلنا في داخل الخط الأخضر الوصول إلى مدينة طول كرم التي تعتبر محافظة حدودية، حيث هنالك روابط اجتماعية، هنالك أيضا لنقل علاقات تجارية واقتصادية ما بين أهالي محافظة طول كرم والأهل داخل الخط الأخضر. فبالتالي خلال 4 أشهر الماضية التي أغلق بها الاحتلال هذه البوابة تسبب بضرر اجتماعي واقتصادي كبير على محافظة طول كرم، وآلتها ضغوطات كبيرة جدا من كافة فعاليات المحافظة. هذه الضغوط التي قامت بها هيئة الشؤون المدنية، الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة وكافة الشركاء باتجاه فتح هذه البوابة، بالرغم من أن إجراء الاحتلال بفتح هذه البوابة يبدو إجراء منقوص نسبيا، كونه يفتحها فقط يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين الأهالي من داخل الخط الأخضر عن التعبير عن فرحتهم جراء فتح هذه البوابة التي مضى على فتحها إلى حد الآن ساعتين فقط، وكما قلت شاهدنا مئات المركبات تدخل إلى طول كرم. طيب إيهاب، بالحديث عن هذه النقطة بالتحديد، نعم يعني كيف يرى المواطنون انعكاس فتح هذه البوابة خاصة على التجار والوضع الاقتصادي في المدينة؟ هل يستبشرون خيرا بذلك؟ ربما يعني يتأملون منه انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة. نعم صحيح ديانا، نحن نتحدث عن هناك شعور بالسعادة، لو كانت أنها سعادة منقوصة لأنه يفتح فقط ليوم واحد هذا الحاجز العسكري، ولكن بكل الأحوال هناك استبشار بأن تكون هذه بداية خير لإعادة فتح هذه البوابة بشكل متواصل ومستمر. يعني بعيدا أيضا عن الشعور بالارتياح الاقتصادي والتجاري لدى تجار طول كرم، هي أيضا تخفف المعاناة على الأهل داخل الخط الأخضر. هم كانوا يقطعون بقرابة 50 كيلو إضافية بعيدا عن هذه البوابة للوصول إلى مدينة ومحافظة طول كرم، الآن هم فقط يعني في بعض القرى يقطعون 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات بالمركبات، وبالتالي هذه البوابة تخفف من معاناتهم كثيرا. قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال دعت بأنها لا تملك الجنود الكافي لوضعهم على هذه البوابة من أجل فتحها بشكل دائم، وبالرغم من أن هذه المبررات تبدو مبررات واهية، إلا أن الضغوطات التي قامت بها الغرفة التجارية وهيئة الشؤون المدنية والتجار وفعاليات محافظة طول كرم لانتعاش الوضع الاقتصادي في المحافظة كان جليا وواضحا. نتحدث عن دراسات قامت بإعدادها الغرفة التجارية وتحديدا حتى من خلال الأوروبيين وبعض المنظمات الحقوقية، تقول أن 40% من الاقتصاد في محافظة طول كرم تراجع فقط منذ إغلاق هذه البوابة خلال 4 أشهر الماضية. بالتالي فتح هذه البوابة هي بالفعل استبشار للخير سواء لأهالي محافظة طول كرم أو للأهل داخل الخط الأخضر. أخيرا وقبل الختام أود الإشارة إلى أنه قوات الاحتلال قامت بتجديدات عسكرية على الطريق الواصل ما بين طول كرم وجنين يوم أمس، وذلك بعد ادعائها بأن أحد المواطنين نفذ عملية دهس لجنود قتل على إثرها جنديين اثنين. بالتالي قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على طريق طول كرم جنين وأغلقت الطريق لعدة ساعات قبل إعادة فتحه، لكن شهود العيان والمواطنون أخبرونا بأن قوات الاحتلال ما زالت تتواجد على الطريق وتقوم بممارسة مضايقاتها ضد المواطن. نعم إيهاب ضميري مراسلنا، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. أتحول الآن إلى الخليل ومراسلنا من هناك
عزمي بنات. عزمي، أبدأ معك الحديث عن المسار البيئي في منطقة وادي القفوة الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم. بداية حدثنا عن أهمية هذا المسار وأيضا أهدافه. أهلا بك ديانا وبكافة السادة المشاهدين. بالفعل نحن نتحدث عن مسار تحت عنوان مسار الأرض، والتي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الزراعة ودائرة الشباب والرياضة وسلطة جودة البيئة. هذا المسار الذي يعتبر الأول التي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مدينة الخليل، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الوعي حول أهمية هذا الموقع، وكذلك لما يحتويه من يحتوي العديد من الأشجار الزراعية. وهذه المحمية محمية واد القفوة التي تعتبر من أكبر المحميات الموجودة هنا في فلسطين. هذا المسار الذي بدأ من منطقة حسكة باتجاه هذا الموقع، والذي لا يبعد عن بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد محمد الهيموني، مدير دائرة الشباب في المجلس الأعلى لشباب الرياض. أهلا بك عبر برنامج مراسلونا في الميدان. حدثنا عن الهدف الأول من وراء هذا المسار. يعني بداية أول شيء، هذا المسار هو الأول التعليمي البيئي مع بالشراكة مع التربية والتعليم، والمشاركين فيه هم أغلبهم يعني من موظفي الصحة والبيئة والنشطاء والأندية البيئية في التربية والتعليم. طبعا هدف هو التعرف على هذا المنطقة البيئية الحيوية في محافظة الخليل، اللي هو مسار حسكة، المسار السهل يعتبر لكن المتنوع ببيئته، بنباتاته، بطيوره، حتى الحيوانات اللي تعيش فيه. طبعا مسافة هذا المسار تقريبا 9 كيلو، لانه احنا طلعنا لمنتزه بيت كاحل، لقريه بيت كاحل، وهذا احد الاهداف كمان هو زياره المجتمعات المحليه اللي بنمر فيها. يعني اي مجتمع محلي بنمر فيه لازم نمر عليه، طبعا التعرف كمان على الثقافات وعلى الاثار اللي في هاي المنطقه. مسار كتير كان ممتع، تعرفوا فيه المشاركين، تقريبا هم كان عددهم مشاركين تقريبا 300 مشارك، تعرفوا فيه على كل ما يدور بهاي المنطقه. هاي المنطقه حيويه بحاجة للاهتمام كمان أكبر. من الحديث عن هذا الموضوع من ناحية الاهتمام، ماذا يعني تحتاجون يعني زيارة وتشجيع المواطنين إلى زيارة هذا المكان والتعرف عليه عن كثب؟ يعني الصحيح أنه هذا المكان إحنا نشجع الزيارة له، لأنه المكان الوحيد اللي أصلا يعني في منطقة الخليل أو في محافظة الخليل مكان للتنزه. لكن أحيانا في طريقة التنزه العشوائية اللي أحيانا بتترك يعني بعض الآثار السلبية في داخل المسار، وهذا أحيانا بتطلب من مجموعات شبابية تقوم بأعمال تطوعية أو حتى المؤسسات المحلية أو الجهات المختصة، إنه ببعض الأمور التطوعية أو حتى الأمور المنظمة بدائما بالسير لتنظيف الأماكن اللي موجود فيها هذا المسار. طيب يعني أخ محمد، يعني هذه المنطقة التي تحتوي على مئات الأشجار الحرجية الموجودة هنا في فلسطين، وكذلك عن ينابيع مياه موجودة في هذه المحمية، حدثنا عن هذه الأشجار وعن الينابيع الموجودة في هذا المكان. يعني صحيح أكثر من 10 ينابيع في منطقة حسكة، تبدأ من عين حسكة الرئيسية لحتى عين المجنونة في نص حسكة لحتى سيول ينابيع الماء، وهي الوديان أصلا بصير فيها فيضانات في فصل الشتاء. منطقة زراعية حتى لسكان أهالي حلحول، منطقة متنوعة حتى بالأجواء. يعني أنت بتحكي يسار مثلا يسار المسار مثلا حلحول، يمين المسار الخليل، تلتقي يمين المسار حلحول، يمين المسار يسار المسار بيت كاحل، شرق المسار قرية ترقوميا بمحمية طبيعية كبيرة طبعا تتبع وزارة الزراعة، محمية طبيعية كبيرة جدا من أكبر المحميات، هاي متنوعة طبعا. حتى في مناطق تعتبر أنت تتجه من مناطق الجبل المرتفعة تقريبا 1000 متر عن سطح البحر باتجاه مناطق لا تزيد عن 400 متر إلى 500 متر عن سطح البحر. وبالتالي هذا التنوع البيئي والحيوي الكبير يعني مهم جدا للمتنزهين وللناس. شكرا لك سيد محمد الهيموني، مدير دائرة الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أيضا يعني دعينا نتحدث على صعيد اعتداد قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة الخليل بشكل عام. قوات الاحتلال تزيد من سلسلة الانتهاكات المستمرة في منطقة جبل التكروري، هذا المكان المطل والمرتفع الذي يعني قوات الاحتلال قامت قبل ذلك على مصادرة الكثير من أراضي المواطنين في تلك المنطقة، تابعها إنشاء برج عسكري، وبالتالي أيضا نقل كرفانات
مكونات متنقلة. وأخيرا وليس آخرا، قوات الاحتلال قامت على جرف أراضي أو فحر للأراضي، وذلك لمد المعسكرات الإسرائيلية الموجودة في ذلك الجبل بشبكات مياه الصرف الصحي. أيضا ديانا تحدث عن إصابات بالاختناق بالأمس بعد صلاة الجمعة، والتي اتجهت نحو باب الزاوية وسط الخليل، والمنددة بإعلان ترامب المشؤوم. وقعت حالة اختناق بين صفوف الصحفيين والمواطنين. أخيرا أيضا ديانا نتحدث عن انقلاب مركبة غير قانونية بستة مواطنين أصيبوا بجراح متوسطة. ومن هنا يأتي دور الشرطة الفلسطينية في ملاحقة المركبات غير القانونية، والتي لا تحمل أي أوراق ثبوتية، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأمن، حماية المواطن والمواطنين في المناطق الموجودة هنا في مدينة الخليل. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة. نعم، شكرا جزيلا لعزمي بنات مراسلنا في الخليل، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم من الخليل. أتحول إلى قلقيلية ومراسلنا من هناك أحمد شاور. أحمد، أهلا بك معنا إلى مراسلون، وأبدأ الحديث معك من حيث تتواجد في مزارع الليمون في المحافظة، والتي شهدت أزمة في الآونة الأخيرة، ولكن يبدو أنها ستفرج اليوم بعد أن تم فتح باب التصدير للأردن. حدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع. أهلا بك ديانا، أهلا بالسادة المشاهدين جميعا. نحن بالفعل يعني في إحدى البيارات مزارع الليمون في محافظة قلقيلية، والتي تشتهر بهذا الصنف، تشتهر بزراعة الحمضيات منذ زمن بعيد. بالفعل يعني في هذه الأيام شهدت زراعة الليمون وشهد المزارعون في محافظة قلقيلية انفراجة بعد أن كان هناك إنتاج هائل ضخم، يعني اضطروا إلى تركه تحت الأشجار لأن تكلفة لمه وإنزاله إلى السوق تكلفة عالية وستؤدي إلى خسارتهم، وبالتالي كان هناك إنتاج ضخم أتلف نتيجة هذه الانتكاسة. ولكن يعني في الأيام التي مضت كان هناك فتح لباب التصدير للأردن، وهذا ما أدى إلى استبشار الخير من قبل مزارعي الليمون في محافظة قلقيلية. وفي هذه الأوقات يعني تم تصدير دفعة واحدة والتحضير للدفعة الثانية من هذا المنتج. بالفعل يعني كانت هناك سعادة غامرة لدى مزارعي الليمون في محافظة قلقيلية. نتحدث بلغة الأرقام، محافظة قلقيلية تزرع مساحة تقريبا 1500 دنم من الأرض بالليمون والليمون المنتج، وأيضا هناك أكثر من هذه المساحة ب 500 دنم من الليمون الذي ينتظر الإنتاج، وأيضا نتحدث عن مساحات أخرى من الحمضيات المختلفة. هذه المساحة تنتج ما يقارب 8000 طن من الليمون في محافظة قلقيلية لوحدها، سلة غذائية كاملة لمحافظات الوطن. في هذه الأشهر بالذات يعني يكون الإنتاج ضخم ويزيد بشكل كبير عن حاجة السوق المحلي في محافظات الوطن ككل، وينخفض سعره بشكل كبير جدا ما يؤدي إلى خسارة كبيرة للمزارعين. ولكن يعني انفتاح التصدير مرة أخرى أدى إلى انتعاشة جديدة في هذا المنتج، ولكن يعني على طيلة العام يكون هناك انتاج متوسط يكفي لحاجة السوق ولا يؤدي إلى خسارة الأموال من قبل المزارعين أو للمزارعين في محافظة قلقيلية والمحافظات الأخرى التي تنتج هذا الصنف. يعني في هذه الأيام كما قلت هناك عمليات تصدير متتالية، كانت هناك شحنة واحدة واليوم يجري التحضير لشحنة جديدة، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك شحنات أخرى ربما ستصل في أحسن أحوالها الشحنات وجميع الكمية المصدرة إلى ما يقارب 1000 أو 1300 طن من إنتاج الليمون في محافظة قلقيلية. بالحديث عن موضوع آخر وحصيلة الإصابات في الجمعة الخامسة عشر التي كانت بالأمس في بلدة عزون وأيضا في قلقيلية. نعم، يعني في ساعات المساء تجددت المواجهات في محافظة قلقيلية. في بلدة عزون اقتحمت قوات الاحتلال قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عزون، وكانت هناك مواجهات عنيفة داخل البلدة أدت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق من المواطنين والشبان الذين
تصدوا لهذا الاقتحام، وهذه يعني هذا الاقتحام متكرر من قوات الاحتلال التي تتواجد بشكل مستمر في بلدة عزون أو على مداخل بلدة عزون. وأيضا نتحدث عن المواجهات التي اندلعت بعد ساعات العصر من يوم الأمس على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، حيث أدت إلى إصابة 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأيضا حالات اختناق بالعشرات من المواطنين والشبان الذين شاركوا في هذه المواجهات التي استمرت حتى ساعات ما بعد ساعة الليل الأولى. نعم أحمد شاور، كنت معنا مباشرة من قلقيلية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مراسلون في الميدان. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، ونعود ونلقاكم على رأس الساعة 1 في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.